مرحبا بك يا المشاهد. المصايف تبعد زي ما تشاهدون في اللوحة 8 كيلو، يليها الركنة الرويلية 37 47، الراغية 67، ريلان 65 كيلو. الحياة بخيالة مرحبا ترحي بتنبين طيب وطعمه من دلال واسم عايد على فنجاله في رواب شعر بين العباير والنخيل جولة في ديرة عزها برجالها وبين حاضرها الله ما يحييكم وشرفتونا طال عمرك في مركز النصائف، ومركز النصائف طال عمرك يخدم 11 هجرة، وهو زي ما قلت شمال محافظة المويه وتابع طال عمرك لأمارة منطقة مكة المكرمة، وتحظى النصائف طال عمرك بجميع الخدمات كاملة من تعليم وصحة، ويوجد مشاريع مدرجة في الموازنة المقبلة، وحكومتنا الرشيدة لم تخلي على المواطن أي ناقص. ونرحب بكم في مركز النصائف، كذلك هذا مستوصف النصائف ويخدم النصائف ويخدم الهجرة التابعة لها من قرى وهجر، وكذلك المواطنين ومزود بخدمات ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين. السلام عليك. سلام، عساك الله بالخير. حياك الله. الله يحييك. حياك الله. عساك طيب. دائما الضيف نسلم على الله يحييك. الله يحييك. الله يبقيك. عساك طيب. حياك الله. وشلونك؟ الطيب الله يطيب. عساك طيب. والله ابشرك بخير. الديرة وش اسمها لي؟ الديرة هذه النصائف. والنصائف فيها مركز. وتابع لها عدة قرى. تابع لها هجرة الفراعة. وتابع لها هجرة الصدر. تسلم. وتابع لها الشامخ. وتابع لها السعدونية. الطريق ذا وين يودي؟ الطريق هذا، الطريق هذا وين تبى؟ تبى مكة ولا تبى المدينة؟ أبى المدينة. مرحبا بك يا المشاهد عداد وابن المخ.